بص، هو احنا لاحظنا تقريبا الفقرة دي فقرة التحكيم تقريبا في جينات في فكرة التعامل مع التحكيم ومجاملاته للنادي الاهلي، بس ده ممكن يخلينا نكون احنا يعني متجنين شوية على بعض التصريحات دي، حتى لو احنا بنستعرض الاخطاء التحكيمية بالصوت والصورة وبآراء الخبراء التحكيميين، فوارد جدا نكون برضو يعني جايين عليهم شوية، لكن وارد نفهم ان احنا المخطئين وبنختار تحكيم غلط. لكن لما الكابتن حسين السيد والكابتن خالد الغندور يقولوا رأيهم في أفضل حكم صادفهم في المباراة الأفريقية، يبقى لازم نسمع ولازم نشوف ولازم نتعلم. نطلع نشوف الفيديو. فاكر الحكم ده جنسيته ايه يا كابتن؟ كانوا دايما بيجيبوا، ايه ده؟ ده حسب، ده حسب، مش جنوب افريقيا، ده مش جنوب افريقيا، كان في حكم في جنوب افريقيا خالد كان 10-10، انا فاكر اسمه لغايه دلوقتي، كاميروني، اسمه بيدروس ماتابيلا. ايوه كاميروني، لا جنوب افريقي، جنوب افريقي اللي حكم لنا نهائي جوهانسبرج، هو جنوب افريقي بس حكم لنا ماتش في نهائي اللي هو ماتش جوهانسبرج اللي هو بتاع السوبر، بتاع السوبر، اه السوبر مع الاهلي، اه بالظبط. ده طلعوه، ده مش عايز اقول لك طلعوه ايه، طلعوه مرتشي ولا حاجه، ما مش يعني مش عايز اقول، ده الناس قاعده تتكلم عنه ان هو يعني كان كويس جدا، وطرد محمد يوسف و هي كانت طرد، وعلى فكره محمد يوسف قبليها، محمد يوسف قبليها جاب لحسين عبد اللطيف صليبي في الماتش ده، انت عارف كده دخل عليه دخله. انا بقول لك لا، هو كان حكم كويس، هو كان يعني معلش هي ممكن كانت تمشي كده، هو لازم 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 احنا لو كسبنا يبقى في سبب، ولو نادي خسر فنادي. انا في ثلاث نقط انا لازم اقف عندهم. الكابتن حسين السيد بيقول له حكم من جنوب افريقيا، قال له كاميروني، يعني ما فهمتهاش، ما كانش لسه الراجل طرح اسم باتريس ماتافيلا، لكن هو ربما يكون كاميروني الاب، جنوب افريقي الام، ده رقم واحد، جنوب افريقي المنشأ. ده رقم واحد. رقم اتنين اللي اتكلم فيها الكابتن خالد الغندور هي فكرة ان بيقولوا عليه مرتشي، ياه، وبيقول ايه، انا مش عايز اقولها، انت مش عايز تقولها يا كابتن خالد، ده انت مسكت عبيد بتاع الحكم الجزائري بلجان، بناس بتكتب بتصريحات باعتراف الجانب التونسي ان معد في برنامج عندك هو اللي بعت الخطاب ده وقال الكلام ده، جاي هنا على باتريس ماتابيلا مش عارف تقولها. انا معاك لو هو فعلا مش مرتشي ما ينفعش تقولها، لكن النقطة الثالثة ودي نقطة تقريبا كده لازم نقولها للكابتن ميدو يوصلها لزلاتان، لان الموضوع صديقه طبعا، لان الموضوع صعب جدا. هو قال الكابتن حسين عبد اللطيف تم اصابته برباط صليبي، وارد جدا في تدخلات ما تستحقش انذار، لكن خلاص اللاعب ممكن يتصاب، لكن كابتن حسين عبد اللطيف كان سابق زلاتان بكتير جدا، لما اتصاب في 16/1/1994 برباط صليبي على حد كلام الكابتن خالد الغندور، ورجع في مباراة الزمالك والمصري 24/4/1994، ثلاث شهور بس يا فارس، اعتقد كده يركن شويه زلاتان على جنب. هذا الفيديو بعنوان لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. يعني شفت الحته بتاعه طلعوه مرتشي، ده احنا ناس مفتريه يا جماعه. هي وصلت ان حكم مسجل بالرشوه ومتهم بالفساد وتم ايقافه نهائيا، يبقى في كلام ان احنا طلعنا ويصنف كافضل حكم، واحد من افضل الحكام، وحكم عجبني قوي مكيفني الحكم الجميل ده. يا جماعه احنا بنتكلم في مستوى خطير جدا. يعني حتى لو انت هتستشهد بحكم مره جاملك او كان في مجامله مثلا عدت، ما تجيش لحكم طلع قدمته قرار، عديها، ما توقفش عند دي. ادي القرار معانا، نستعرض هنا من البي بي سي طبعا، حاجه حبينا نجيب المصدر كمان، المتحدث باسم الاتحاد الدولي لكره القدم امس الاربعاء، فيفا تحرك سريعا وقرر ايقاف حكم جنوب افريقيا متورط في فضيحه تلاعب في نتائج مباريات بلاده والى اخره. بطرس ماتابيلا كان واحد من بين ثلاث حكام دوليين في جنوب افريقيا تم اعتقالهم. يعني اعتقد الحكم الكويس اللي طلعنا عليه كمفتريين ان قالوا له. الاهم بقى تعالوا نشوف احداث مباراه السوبر وفسر انت، وقيس كده على تصريح كابتن فاروق جعفر السابق بتاع الشوبينج، واتفرج على الاخطاء دي لحكم في مباراه واحده، هي المباراه الوحيده اللي نادي الزمالك تفوق فيها على النادي الاهلي في افريقيا ونتجت عنها بطوله، كانت بطولة السوبر 94. نطلع ونشوف أخطاء وجرائم الحكم الفاسد المرتشي بطرس ماتابيلا. إنما في فاول، ضربة حرة مباشرة، وهل في كارت أكبر؟ كارت أكبر لإسماعيل يوسف. يا تريان يخش إيمانويل، وفاول على إيمانويل، ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك.
خدوا انذارات، واول انذار في الشوط الثاني لايمانويل. عايز اتصال يمين على الجبهه اليمين عشان يعاون اشرف يوسف. ست انذارات، ده كارت احمر. وموهبه ايمانويل يحط الكوره في الاول، جوبير طلع له في تويت مظبوط جدا جدا جدا. ايمانويل اعتقد كل الجرائم دي ارتكبت في مباراه واحده، تغاضي واضح جدا عن اخطاء لنادي الزمالك. على فكره بالمناسبه بتاعت الاصابه، كابتن شوبير اصيب في المباراه دي بتدخل عنيف من ايمانويل اثر عليه فتره بعدها، وكابتن شوبير قال ان هو اثر على مسيرته بالكامل. ده الحكم النزيه من وجهه نظر كابتن خالد الغندور، والحكم الكفء قوي من وجهه نظر كابتن حسين سيد، والمرتشي من وجهه نظر الواقع والحقائق والمنطق يا اسامه.